بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الحلوين، سنة أولى الشاطرين، أهلا ومرحبا بكم مع حرف جديد من حروف الهجاء. حرف اليوم يا أصدقائي اسمه حرف الغين. حرف الغين، نردد مع بعض، غين. يا ترى حرف الغين ده بيفكرنا بإيه يا أصدقائي؟ شطار، فعلا بيفكرنا بحرف العين. بس الفرق بينهم إيه؟ الفرق بينهم النقطة، النقطة الموجودة فوق حرف الغين اللي هو أصلا حرف العين، ولما وضعنا فوق النقطة أصبح اسمه غين. شطار، تعالوا نلون مع بعض حرف الغين. جميل. تعالوا دلوقتي أصدقائي نشوف كلمات بها حرف الغين. الصورة الأولى اللي قدامنا دي صورة إيه؟ ممتاز، صورة غزال. شطار، غزال، غ غ. لاحظ معايا، فتحنا الشفتين، وطالما فتحنا نقول غين فتحة غ غ، غزال، غ غزال. الصورة الثانية صورة غذاء، غذاء، غين تحتها كسرة، والغين كسرة غي غي، غذاء غي، غذاء. الصورة الثالثة صورة غصن، غصن، يعني نضم الشفتين واحنا بننطقها ونقول غين ضمة غو غو، غصن غو، غصن. الصورة الرابعة صورة شخص بيغسل، يغسل، نردد مع بعض، يغسل. لاحظ معايا، وقفنا على الغين فقلنا يغ يغ، وطالما وقفنا يبقى سكون، لأن السكون يا أصدقائي معناه الوقوف. غين سكون أغ، غين سكون أغ. ما ينفعش يا أصدقائي أبدأ بالحرف اللي فوق سكون، الحرف الساكن لا نبدأ به، أمال نعمل إيه؟ نجيب قبله حرف تاني عشان يساعدنا على قراءته، فنقول غين سكون أغ، أغ، يغ، سل. ودلوقتي يا أصدقائي تعالوا نشوف مع بعض شكل حرف الغين في مواضع مختلفة من الكلمة. نشوف الغين لما بتتكتب في أول الكلمة بتتكتب بالشكل ده زي كلمة غزال، ولما تيجي في وسط الكلمة بتبقى مقفولة، بنقول عليها يا أصدقائي مطموسة. نقول كده مع بعض، مطموسة يعني مقفولة، بدل ما كانت فاتحة عينها بقت مغمضة عينها، فالعين المغمضة اللي تيجي في وسط الكلمة تتصل بحرف قبلها وحرف بعدها، غين مطموسة زي كلمة يغسل، يغسل. الحالة الثالثة يا أصدقائي، الحرف الغين لما يجي في آخر الكلمة ويتصل بحرف قبله برضو الغين تبقى مطموسة يعني مقفولة يعني مغمضة عينها، زي كلمة بليغ، بليغ. الحالة الرابعة لما تكون الغين مفردة، يعني إيه مفردة؟ يعني لا تتصل بحرف قبلها ولا تتصل بحرف بعدها، بتيجي في نهاية الكلمة ولا تتصل بحرف قبلها ولا حرف بعدها، زي كلمة دماغ، دماغ. ودلوقتي يا أصدقائي هناخد مع بعض حرف الغين الممدود. يعني إيه ممدود؟ يعني اتصل بيه حرف مد، زي كلمة غابة. لاحظ معايا، غين، الغين عليها فتحة بعدها مد بالألف، فنقول عليها غا غا، ألف يعني فتحة طويلة، غين فتحة غا، غين مد بالألف غا. نردد مع بعض يا أصدقائي، غا غابة. الصورة الثانية يا أصدقائي، يغوص، يغوص. لاحظ معايا، الغين عليها ضمة غو، لما نوصل بقى مد بالواو هنطول في الضمة ونقول غو، لأن الضمة بنت الواو، فنقول غين ضمة غو، غين مد بالواو غو. نردد مع بعض، يغوص. السورة الثالثة يا أصدقائي، صغير، صغير. لاحظ معايا، غين كسرة غي، غين مد بالياء غي، يعني كسرة طويلة، غين كسرة غي، وغين مد بالياء غي. ودلوقتي يا أصدقائي معادنا مع التدريبات، تعالوا نحل مع بعض يا شطار التدريب الأول ونشوف عاوز مني إيه. بيقول لي اكتب حرف الغين المناسب، حرف الغين المناسب، هنقرأ الكلمة ونشوف نحط غين فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا سكون. أول سورة قدامنا سورة شطار، سورة غزال، غزال. يا ترى كلمة غزال غين فتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ نقرأها ونسمع كويس ونركز، غا.
ممتاز فعلا، غا يعني غين فتحة. طالما فتحنا الشفتين واحنا بننطق الحرف يبقى فتحة، يبقى غين فتحة غا، غا غزال. الصورة التانية يا أصدقائي صورة غذاء، غي لاحظ معايا كسرنا يبقى غين كسرة، ممتاز. الصورة التالتة غصن، غين ضم غو. الصورة الرابعة يغسل يبقى غين سكون غ. ودلوقتي مع التدريب الثاني، سل حرف الغين بالصورة التي بها الحرف غين. يا ترى الصورة الأولى هي صورة إيه؟ صورة غزال. كلمة غزال فيها غين؟ نعم غا غزال، أحسنت. الصورة الثانية اللي قدامنا صورة حمامة، ح حمامة فيها غين؟ أكيد لا، يبقى هنسيبها. الصورة الثالثة صورة عظمة، عظمة. حد سمع غا؟ ممتاز فعلا مفيش غا، يبقى نسيبها. الصورة الرابعة صورة غصن، غو. رائع فعلا، بدأت بغو يعني غين ضم غو، يبقى هنوصلها بحرف الغين، ممتاز. ودلوقتي يا أصدقائي مع التدريب الثالث، بيقول لي صل حرف الغين بالكلمة التي بها الحرف غين. أول كلمة يا أصدقائي غزال، ممتاز أولها غين يبقى نوصلها. الكلمة الثانية حصان، شايفين فيها غين؟ أكيد مفيش، يبقى هنسيبها. الكلمة الثالثة دلو، دلو اللي احنا يا أصدقائي بنقول عليه الجردل، عارفين الجردل اللي بيحطوا فيه مية؟ دلو. كلمة دلو فيها غين؟ أكيد لا، يبقى نسيبها. الكلمة الرابعة يغسل، يغ. لاحظ معايا في غين في الوسط، اللي هي الغين المطموسة اللي بتيجي في الوسط وتبقى مغمضة عينيها ومقفولة، يبقى نوصلها بحرف الغين. إلى هنا أصدقائي يكون انتهى درس اليوم، شكرا لكم، وإن شاء الله نتقابل مع حرف جديد من حروف الهجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.